اهلا بحضراتكم من جديد دكتور محمد، منورنا. اهلا بيك يا كابتن هيثم. طبعا رئيس جهاز ومدير فني الجمباز من النادي الاهلي، يعني مسؤوليه كبيره يا دكتور. طبعا اكيد طبعا شرف لاي حد انه يعمل في النادي الاهلي. مبروك بطوله الجمهوريه، يمكن غابت شوي عنا من 2015. ازاي قدرنا نستعيد اللقب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده سؤال يعني في كلمتين، لكن هو حدوته كبيره. صحيح. لانه يعني ده عايز تخطيط من بدري قوي، والفكره كانت طبعا هي لازم انت بتشتغل عليها، لكن كان في وقت من الاوقات الامكانيات اللي كانت عندنا من حيث الادوات والاجهزه والحاجات دي ابتدت يعني تقدم وتخرج من الخدمه، وبالتالي الجمباز قايم على تواجد امكانيات مميزه واجهزه عاليه تقدر تعلم بيها حركات تؤهلك الى الحكايه دي. تعطلنا شويه فيها، الحمد لله المجلس الحالي من اول ما جه حصل طفره كبيره جدا في الصاله من 3 سنين. بمجرد ما بدات الصاله تشتغل من 3 سنين كان هنينا على المركز الاول اللي احنا وصلنا له، يعني اول ما بدا الامكانيات تبقى موجوده. بس رياضه الجمباز عشان تبني فيها فريق محتاج وقت طويل. صحيح. ومحتاج يعني جهد طويل. صحيح. وتمشي يعني ببطء بس باتقان لحد لما تقدر توصل للهدف.